وسهلا بكم بمقطع جديد. مقطعنا اليوم هو المقطع الخامس واللي قبل الاخير. ويا شباب قبل ما نبدا اي شيء، هي هي النتائج تبعكم مثل ما انتم شايفين. لسه بقيكم مقطعين، الله اعلم مين اللي حيقدر يحافظ على الصداره او اللي ممكن ينقض على الصداره بعدين منكم انتم الثلاثه. بس قبل ما نبدا نسوي اي شيء، تنسوا لا تنزلوا كلكم لتحت وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم كل المقاطع اول باول. وكمان بدنا نوصل هذا المقطع ل 250 الف لايك، واقل من هيك ما بنرضى. على العموم اليوم ان شاء الله هيكون في ثلاث تحديات، ومثل ما عودناكم كل تحدي له نقاط معينه، والله اعلم مين اللي حيبدا فيكم اليوم ويتصدر بالمقطع. احتمال الصدارة تروح منك يا وحش، فبدي اياك تشد حيلك. وادم وانس وابراهيم نفس الشيء، حاولوا انكم تستغلوا الفرصة، لان من الطبيعي انه المقطع الاخير يكون التوتر مليار، فاستغلوا انه هلا الوضع لسه مريح. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. التحدي الاول يا جماعة مثل ما انكم شايفين، عندنا هون الريباوند، وعندنا هون كمان اسامة والشبك معه. التحدي هذا بكل اختصار حيكون تحدي الانهاء على الطاير، وبما انه التحدي جدا صعب فحيكون كل هدف فيه بثلاث نقاط، مو نقطة واحدة او نقطتين بس، لانه انت عم تحكي اول شيء انك لازم تلعبها على الريباوند، بعدين ترجع لك وتصلخها على الطاير، وعندك اسامه بالمرمى، وعندك بس اربع فتحات لازم انك تدخل كرة بواحدة منهم بدون ما اسامه يجيبها. شوفوا سريع منظر الشباب، شوفوا منظر الشباب. الشباب بعدين عم يحموا هون اول ما سمعوا بقيمه النقاط تبع التحدي. على العموم خلينا هلا نقول بسم الله ونشوف مين اللي حيقدر يجيب هالتحدي. ممكن اللي بيجيبه يتصدر فورا. خلينا نقول بسم الله. يلا الكره الاولى انس، بسم الله. يا سلام، حلو 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 حلو، نايس نايس. اللي بعده. يا ولد يا سلام يا سلام، بيرفكت بيرفكت ما شاء الله. برافو، ثلاث نقاط يا وحش، ثلاث نقاط. ركز. يا سلام، الاخيره حرمها منه. كان نايس نايس نايس، والله نايس والله نايس والله والله. اسامه بصراحه شلك اياها وشلك عبالك معها. نايس يا ناس، يعطيك العافيه. اللاعب اللي بعده، يلا ابو الادم كره ولا بسم الله. هوب، حلو 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 حلو. قريب قريب اخير. نايس 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 نايس. حلو حلو ادم، حلو ادم، حلو ادم. ما قدر يطلع برا نقطه، التحدي جدا صعب. على العموم اللاعب الثالث، تعال ادريس، تعال ادريس. يلا يلا، المتصدر حاليا، لكن انتبه ترى حاليا ابن الكدلك اخذ منك الصداره انس. تمام، شد حيلك. الاولى ادريس، بسم الله. يا سلام، يا حلو 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 حلو، نايس. يا سلام، حلو 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 ادريس، حلو ادريس، يعطيك العافيه وحش، يعطيك العافيه. برافو برافو، ما قصرت. اللاعب الاخير ابن ابراهيم. يلا يلا. طبعا بما انه ابراهيم اللاعب الايسر الوحيد اللي ما نفع، نغير له الجيم عشان يسدد هو من هون ويرفع الكره من هون. بسم الله، الاولى ابراهيم، بسم الله. حلو 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 حلو، نايس نايس نايس. وحش بدك تهدي عليه شوي، لسه بيلك محاولتين، ركز. حطه ابراهيم، نايس 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 يا وحش، رجع للمنافسه. انت طبعا نهايه المقطع الماضي بنقطه واحده، وحاليا عندك اربع نقاط، ولسه قدامك حتى التسديده الاخيره، ممكن انك هلا تتعادل مع الاول باذن الله. بإذن يعني الله. ما في مستحيل ابدا. على العموم بسم الله. يلا خير يا ابراهيم. حلو 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 حلو، برافو 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 يا وحش، على الاقل نهايه التحدي بهدف وثلاث نقاط. هيك التحدي الاول انتهى، خلينا هلا على طول انتقل للتحدي الثاني. ليتس جو. التحدي الثاني اللي عندنا تحدي جدا بسيط وبيزك، والمفروض انه الشباب يجمعوا نقاط فيه. التحدي هو تحدي 90 90 هون، وقوس معلق على اليمين. طبعا حنلعبه على اليسار، اللاعب الاشتف الوحيد الاشول اللي هو ابراهيم. على العموم نظام التحدي جدا سهل، جيب الكوره جوا ال 90 بتاخذ نقطه واحده، ولو جبتها باص عيون بتاخذ نقطتين. على العموم مين اللاعب الاول حيبدا فيكم يا شباب؟ مين الاول اللي حيبدا فيكم؟ انس ادريس. ها انس الاول، ادريس انس. قال لنا اليوم ما لي شيء فيه اول، انس قال لنا زي كذا. تعبوني تعبوني، خايفين خايفين، الخوف الخوف. يلا 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 شباب، ها يلا انس، يلا بسم الله، يلا بسم الله. طرفتوني ها انس مع الاولى، بسم الله. يلا يا وحش، يو اول باص عيون، قريبه قريبه قريبه، مره قريبه، اجت فوق شوي. يلا يلا، نايس نايس نايس. يو قريب جدا. انت ادم تلعب على الثقيل، عم تلعب على باص عيون، عم تلعب على النقطتين. خليني اقول بسم الله، معك المحاوله الاخيره. يلا يو يو يو، برافو برافو، ثلاث محاولات كلياتهم احلى من بعض. حاول انه يلعب على الثقيل وباص عيون. طبعا انك شوت باص عيون في له عيوب وفي له كمان شغلات حلوه، لكن عيوبه انك حتضيع كثير. على العموم خلينا نشوف اللاعب اللي بعده مين. ادريس، يلا ادريس، يلا ادريس. الاولى ادريس، بسم الله. حلو 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 ادريس، حلو ادريس، ركز ركز فيها، ركز فيها ركز فيها. يوه يوه يوه، حلو 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 حلو، ركز معك الثالثة، ركز ركز ركز.
اوه حلو 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 ما صرت ما صرت ما صرت كفك يا وحش ادم اللاعب الثالث والله تبي ارنت تبي كلها باصت عين ان شاء الله بسم الله تبي ارنت تبي الخطه نفسها تبع انس انس جاب العيد لك خلينا نشوف الاولى يا ابو الاوادم بسم الله اوكي 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 نايس 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 ركز هوب حلو 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 ما صرت هوب يوه 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 حلوين الخطة هاي قلت لكم لها عيوب جدا كثيرة على العموم اللاعب الأخير هلا إبراهيم حنضطر إنه نغير مكان التسعين خلينا نشوف إذا حد يجيبه ولا لا يلا إبراهيم يا وحش اللاعب الأخير أنت حاول إنك تضمن وتتعلم من أغلاط رفقاتك لأنه هم تقريبا كلهم حاولوا بص عيون على العموم روح أنت ما حاول إني أضغط عليك أساعدك يلا جو يوه هدوا يا جماعة شوي هدوا شوي كلهم عم يجيبوا عيون التسعين بس ولا واحد يجيبوا القوس يلا كان هيقد النقطتين بإيلك إلا المحاولة الأخيرة تكفى ركز فيها كثير من حاولنا يتفننوا فيه يلعبوها باص عين وفي كور كانت كثير قريبة من القوس لكن ولا كورة دخلت لجوه وطلعوا بصفر نقط من التحدي على العموم التحدي الأخير هيكون في نقاط كثير وخلينا نشوف مين اللي حيوصل فيها ليتس جو التحدي الثالث والأخير هيكون على نقاط كثير لأنه تحدي مو سهل أبدا التحدي هذا حيكون صعب والشباب لازم يقلدوا هاي المهارة اللي هلا بدي أساويها خلينا أول شيء نشوف المهارة بعدين نحكي عن النقاط بسم الله يا سلام هاي هي المهارة بكل اختصار كعب بالعارضة المفروض انه هاي المهارة يا شباب جدا سهلة وبالتوفيق لكم جميعا اول واحد حيقدر يجيب المهارة هاي هياخد 3 نقاط بالتمام والكمال والتاني واحد حياخد نقطتين وبعد هيك الثالث والرابع مالون اي نقطة بالتوفيق لكم يلا اللاعب الاول اللي حيبدا اللي هو ملك البدايات انا جاهزة وحش المحاولة الاولى قول بسم الله يلا طبعا لو اي لاعب يا جماعة طبعا هي لازم لكم اياها اي لاعب لو جابها بالدور الاول بالعارضة بتنحسب له 3 نقاط هوب يو نايس 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 انس نايس انس قريب 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 كثير قريب كثير وحش 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 ابو الاوادم الثاني ابو الاوادم الثاني يلا يلا يا ابو الاوادم يلا يلا ادم ثاني بسم الله هوب يا الله يا ادم الله يا ادم اكثر واحد كان خايف من التحدي اول ما سمعت المهاره قال لي الحب ما يريد الا دحين كفو 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 ادم كفو نايس 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 الشباب كانوا عم يحموا انس ممكن جاب العرض حوالي 3 مرات وادم ما قدر يجيبه ولا مره لكن ما شاء الله عليه هلا حظه ظبط بالتحدي طول حظ يظبط ادعسنا والله مو وقتك مو دحين ادم مظلوم لانه جاب المحاولة الاولى على مود السهلة وحش ادريس وابراهيم هلا اي واحد كان بيجيبه بياخذ 3 نقط لو جابه من هالراوند يلا ليتس جو يا سلام نايس 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 لا 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 حربت كثير على اليمين على العموم ادريس بي انت ادريس يلا اللاعب الاخير هو ادريس يلا ادريس نايس 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 مستوى العرضه مستوى العرضه حلو حلو كفك يا وحش هلا حتنعاد بين ادريس وانس وابراهيم كمان واول واحد حيجيبها حياخذ نقطتين يوه 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 قريب 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 كثير ادريس هلا ممكن يحسمها ادريس ممكن يحسمها يلا يلا لا 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 عيد والله شتة يا صاحبي والله شتة يا صاحبي والله شتة حلوين 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 يلا يلا هوب الله عليك الله عليك الله عليك حلو ابراهيم الوحش قدر يجيب النقطتين هلا في محاوله واحده لادريس قدر يجيبها كمان بياخذ النقطتين مشاركه مع ابراهيم يلا اوكي راحت عليك ادريس 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 حلوين حلوين كفك وحش كفك وحش هيك يا جماعه النقاط راحت بهالتحدي لادم وكمان لابراهيم وهيك بنكون خلصت تحدياتنا اليوم اللي قبل الاخير والحسم انتهى للنهائي هذا كان مقطعنا اليوم يعطيكم الف عافيه المشاهده يا جماعه ايش هالتنافس الحامي لحد هلا كل ياسر قريبين كثير بالنقاط من بعض مثل ما كنتم شايفين هون النقاط طالعه قدامكم اكتبوا لي تحت بالكومنتات مين تتوقع يفوز وياخذ ال 20000 ويمشي بيته بالمقطع النهائي وترقبوا ان شاء الله ان الحلقه الجايه حتكون الحلقه الاخيره المقاطع اللي لا تنسوا تشوفوا الدائرة ضغط عليها ولا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله لا تنسوا تضيفونا عليها بننزل فيها أشياء مختلفة كلنا على اليوتيوب في أمان الله